عاجل منع نقل مباراة المغرب والجزائر بمقاهي هذه المدينة. في خبر جديد، أشعرت السلطات المحلية على مستوى مدينة العيون أرباب المقاهي بضرورة إغلاق محلاتهم وعدم نقل المباراة الكروية التي ستجمع المنتخب المغربي الرديف مع نظيره الجزائري بدور ربع نهائي كأس العرب المقام حاليا بقطر. وبحسب المعطيات التي أوردتها مصادرنا، فإن السلطات المحلية ترم من خلال إشعار المقاهي بالإغلاق قبل موعد مباراة المنتخب والجزائر لتفويت الفرصة على بعض الانفصاليين الذين يستغلون مثل هذه المناسبات من أجل خلق أحداث الشغب بالمدينة. المعطيات ذاتها أكدت أن السلطات تهدف للحفاظ على الأمن والممتلكات العامة والخاصة من خلال القرار المتخذ، خاصة وأن المباراة ستنقل مجانا على بعض القنوات الرياضية والمواقع الإلكترونية.